السلام عليكم. السلام. بخير. السلام عليكم. بخير. السلام. أخوي مانع، أخوي العود. أهلا وسهلا. أهلا. أكيد أنت أبو جمال. أي نعم، أنا أبو جمال، وهذا صديقي أبو عادل. ونعم. يلا يا دواس، هذا سويتش الباص. شوف الباص، جلب وعاين عليه مثل ما تبي. والله عاد أنا الخبرة عند أخوي مانع. أنا أشوفه. إيه شوفه يقول لك. دواز. هلا. كنا زوين زوين يعني، ما ادري بعد ابو جمال ما يقصر. ما ادري زين يا ابو جمال، كم طالب فيه؟ احنا عارضينه ب 3000 دينار. ويييييه غالي. غالي وايد غالي. غالي ايش دعوه؟ ايش كثر ماشي هو؟ توني شاريه انا، ما صار له سنه. يعني ماشي مو ماشي، يعني سنة معناها لازم ما يمشي 10 15000. كل اللي ماشي 15 كيلو. نعم. اي بس 3000 وايد ترى. وايد اقول هلا. احنا يبا لا احنا كذابين ولا احنا نصابين. لا لا محشوم ابو جمال. لا 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 تروح بعيد. تصدقون الريال لو ما انه محتاج ولا كان ما بعناه. ها شوف بحص يلق لك يلق بقراطيسه. يا ابو جمال حتى على العين والراس، احنا المشكله ان المبلغ ما عندنا. المبلغ ولا باصك يستاهل ابو عدل. اي نعم. اي نعم. لكن عندنا حل وياكم. شنو الحل؟ ها الحل، احنا عندنا وانيت. شفت وانيتي؟ طيب يعني هم نضيف. نعطيك الوانيت ونعطيك فوق الوانيت 1000. خل اشوفه، خل اجل. شو الوانيت هذا؟ هذا وانيت الحلي سكراب ما يسوى له 500 دينار. تبي ولا كيفك؟ يبا ها شاور صاحبك. تدري شلون؟ اي خل اتشاور انا لصاحبي. وش نعطيكم نتيجه؟ عطونا لحظه. الله يوافقون ان شاء الله. يوافقون ان شاء الله. بيوافقون ترى. نضيف الباص مبين عليه. مبين بس انا خوش سعر اعطيته. اي كفو كفو بالنص. اي كسيره كسرته. إيه. اقول هلا، ايش رايكم تزودون السعر وتخلونه 1700؟ اخوي مانع زيدوا من 500. 1500. ها 1500. 1700 تبونه حياكم الله، ما تبونه خلص توكل على الله. خلص اكو يا ابو حسين. والتسجيل متى؟ التسجيل باكر خير الله. نتلاقى عند المرور. مره واحده. اي مره واحده. وهو يسجل لكم الباص. وتسجل الباني. يلا فما الله. فما الله. يلا فما الله. المبارك بالبركه. فما الله ابو عادل. فما الله يا ابو. يلا